إلى محافظة الدقهلية، حيث يعاني أهالي قرية كوم الدربي في محافظة الدقهلية من نقص الخدمات الأساسية، ومنها عدم الاستفادة من المستشفى الوحيد في القرية، فضلا عن تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي التي تسبب العديد من الأمراض. كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى هناك ورصدت معاناة الأهالي في التقرير التالي اللي عد زميلنا هاني عبد الشافي. هنا في قرية كوم الدربي التابعة لمحافظة الدقهلية، المشاكل تحاصر الأهالي من كل جانب، وربما تكون هذه المشاكل هي القاسم المشترك بين كثير من القرى. مياه الشرب التي لا يمكن الاستغناء عنها اختلطت بالصرف الصحي، الأمر الذي ينذر بتفشي الأوبئة والأمراض الخطيرة. ووفقا للأهالي، فإن أنابيب المياه الخاصة بنقل المياه إلى قرية كوم الدربي ممنوع استخدامها دوليا، كما أن تهالك خطوط الصرف الصحي ادى الى اختلاط مياه الشرب بالمياه الملوثه. في مشكله حصلت هناك في الدربي، هي اختلاط مياه شرب مع مياه صرف، فبدانا بالتهير على قوائم المواطنين والبرايز الخاصه بهم، فطلع ثلاث برايز مكسورين، تم اصلاحهم وتم عمل اللازم، والمياه دلوقتي في تحسن. وعلى الرغم من اعتراف مسؤول شركة المياه في المنطقة الذي أقر بوجود المشكلة، فإنه حمل السكان المسؤولية لاعتمادهم على الطلمبات الخشبية. ولا تقتصر معاناة كوم الدربي على ندرة المياه الصالحة للشرب، بل تمتد إلى المخاطر المحدقة بأبنائهم داخل المدرسة الإعدادية الوحيدة في القرية. المدرسة حصل لها ترميمين قبل كده، وده ثالث ترميم، وأثناء الترميم حصل ظهرت العيوب في الخرسانات، فجت لجنة من مجلس المدينة ولجنة من مجلس الوزراء وقرروا إزالة المبني مع مبنى من المدرسة الابتدائية، مع جزء من المدرسة الابتدائية، اللي جعلها إيه نظام تعليم أساسي. فوجئنا إن دي جاله تجديد صيانة وده جاي له إزالة. لو ده يرضي ربنا، الأساس والبنية التحتية ترضي ربنا، إحنا موافقين. اللي إحنا فيه ده يا فندم ما بقديش لطموح طالب، والله يطلع أي طالب نبغى، ولا طالب تعليم. احنا بنخاف نخش المدرسة عشان المدرسة هتقع علينا واحنا بنخاف. فرغم صدور قرار رسمي بإزالة المدرسة، فإن هيئة الأبنية التعليمية في الدقهلية مصرة على صيانتها وإعادة تشغيلها. وفي قرية كوم الدربي من لم يمت من تلوث مياه الشرب ولم يمت بسبب المدرسة الآيلة للسقوط، فسيموت حتما داخل المستشفى الوحيدة بالقرية التي أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات الطارئة للمرضى بعد تحويلها إلى طب الأسرة. بينضم لنا على الهاتف سيادة المحافظ حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية. سيادة المحافظ برحب بحضرتك معنا. أهلا بيك. سيادة المحافظ، أولا يعني أنا بشكر حضرتك على سرعة التواصل مع الحياة الآن، وسؤالي عن قرية كوم الدربي في محافظة الدقهلية. احنا من شوية عرضنا تقرير، بس ألخصه لحضرتك في ثلاث حاجات: مدرسة، مستشفى، تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكر قناه الحياه الان على ان هي بترفع الواقع المرير اللي بيعاني منه المواطن، ودايما انتوا دايما يعني بتكونوا سباقين في ان انتم تطلعوا المشاكل للمسؤولين، مع ان حتى لو كنا احنا بنتابع المشاكل. الشكر موصول يا فندم. الا ان كده بالنسبه للمدرسه، انا هقول لحضرتك الاخ المواطن قال لحضرتك ان في لجنه جت، كان الكلام ده يوم 3/5/2015. تمام. انا عرفت بموضوع من شكوى من مواطن بموضوع المدرسه كوم الدربي، شكلت لجنه من مدير عام هيئه الابنيه التعليميه المهندسه نسرين ومدير عام الشؤون الهندسيه بالمحافظه، لجنه على اعلى مستوى هناك مدير هيئه الابنيه التعليميه والصيانه وضبط الجوده بالهيئه، وراحت معاهم برئاسه السكرتير العام المساعد الاستاذ هريه، واللجنه راحت المدرسه، وفعلا كلام المواطنين مظبوط ان المبنى كان اساسا مكون من فصلين، منشأ نظام هيكلي بمعرفه المحليات على مراحل زمنيه مختلفه. بالمعاينه الظاهريه ان في طبقه بياض ثالث، وفي اعمده تساقط منها الغطاء الخرساني، وفي رطوبه بمعظم الدور الارضي داخلي وخارجي، وان تكلفه الصيانه هتكون في غير جدواها، ومش هتؤدي الى ان يعني لو المبنى يزال وينشا من اساس يبقى افضل. وفعلا كان هناك تعليمات من مجلس الوزراء سنه 2014 بان المدرسه توصف بانها خطوره داهمه، ولكن للاسف لم يتم استصدار قرار المعاينه. انا معرفت بالموضوع
بعت اللجنه، اللجنه جابت لي تقرير خلال قلت لهم خلال 24 ساعه ويتم اتخاذ كافه الاجراءات الامنيه والقانونيه علشان ان المدرسه ما تستخدمش وتقع على حد ويحصل كارثه. وبالفعل بعتنا المدرسه من ضمن المدارس باشمهندسه مستشار رئيس الوزراء مهندسه ايمان سليمان، بعتت لجنه من مجلس الوزراء وشافت المدرسه فورا، لبت الموضوع ثاني يوم، وفي قرار دلوقتي سيصدر بازاله المدرسه. في قرار دلوقتي هيصدر ان شاء الله بازاله المدرسه. المدرسه ممتاز خلاص، يعني لازم تزال ولازم اعاد انشاء من جديد لانها تمثل خطوره داهمه. يعني انا هتنزل دلوقتي عندنا على البرنامج قرار من محافظه الدقهليه بازاله هذه المدرسه. لازم بناء على تقرير اللجنه الهندسيه اللي جاني. انا قلت حتى بناء على تقرير اللجنه الهندسيه اللي وصل لحضرتك، اذا قرار بالزبط من المحافظ بالزبط واستجابه لشكاوى المواطنين. ده موضوع بالظبط الكلام ده 5/5 حضرتك النهارده 11/5 مفهوم. ان شاء الله باذن الله ده مش هي مدرسه كرة الجدل بس اللي عندنا، لا احنا عندنا 7 مدارس فيهم خطوره داهمه، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء والسيده المستشاره للسيد رئيس الوزراء المسؤول عن هذا الموضوع وهيئه الامنيه التعليميه بنتابع الموضوعات دي في المدارس. انا يعني هقول لحضرتك ان المدارس كان للاسف يبقى المبنى خرساني مشرخ والحديد منتفخ نتيجه الصدى، وكان يتكسر حوالين الحديد والحديد ما يعالجش ويتم الترميم وبعد 6 شهور نبدا نشتغل تاني. تمام. انا خدت قرار مع مديره الابنيه التعليميه لا يمكن ارمم مدرسه وارجع لها قبل على الاقل 5 سنين. لا يجوز. تمام. لو انا رممت مدرسه النهارده وبعد 6 شهور شرخت تاني بدا اهدار ملعب. طيب. طبعا حته المقاولين اللي هم ياخذوا هذا النشاط يعملوه علشان السنه الجايه يعملوه تاني والسنه الثالثه يعملوه تاني باسعار رديئه وجوده سيئه، هذا غير مقبول تماما. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع المدرسه برضو، يعني احنا دلوقتي هيتم ازاله المدرسه ده يعني انا خدت الاجراءات القانونيه الخاصه بازاله المدرسه بتتم حاليا، حضرتك بتكلمني وانا قدام الملف بتاع المدرسه بعد اللجنه وقدمناها في لجنه التظلمات وحطينا المدرسه من ضمن المدارس التي تمثل خطوره داهمه، وطالما تمثل خطوره داهمه سيصدر لها قرار الازاله ان شاء الله باذن الله. طيب فيما يتعلق انا بطمن المواطنين ده وده هيتم بالفعل. طيب فيما يتعلق بالمستشفى اللي هم مش مستفيدين منها وهي المستشفى الوحيده اللي موجوده في القريه. المستشفى انا يعني اول مره يعني الكلام ده انا بسمعه من حضرتك دلوقتي عن طريق البرنامج. انا بدي تعليمات اهوت عن طريق البرنامج، واكيد مدير اداره الصحيه وكيل وزاره الصحه اللي عندي راجل متميز جدا هبعت قافله طبيه الى قريه كوم الدربي، باكر لازم تكون موجوده هناك برئاسه وكيل وزاره الصحه، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه ناحيه المستشفى ان شاء الله بيه. ان شاء الله يعني انا بقول لحضرتك ده قرار والصبح يكون هناك. يعني انا مش عارف الحقيقه، انا سعيد جدا يعني بايجابيه حضرتك سياده المحافظ واستجابتك السريعه. حاجه ثالثه معلش طبعا. اختلاط الميه بميه الشرب. ايوه الميه انا عندي يعني مشكله في محافظه الدقهليه في البنيه التحتيه وخاصه في صرف الصحه والميه، للاسف الشديد ان في بعض مواسير ميه راكبه ببلاش اكثر من 5 6 سنين، وللاسف بيتم دلوقتي انهيارات في اكثر الاماكن وتسريبات ميه بتؤدي الى انهيارات، وده انا بعاني منه كمحافظ اني انا عايز اصلح قدام ولا هعمل صيانه ولا اللي فات ده هعمل فيه ايه؟ نتيجه طبعا سوء تنفيذ ونتيجه عدم رقابه وتطبيق معايير الجوده اللازمه في انشاء في التنفيذ يعني بين المقاولين، وانا خدت القرار ان كل المقاولين اي مقاول سيثبت ان هو كان شغال لاي حاجه في الخاصه بمحافظه الدقهليه ويثبت انه كان هناك اساءه وسوء تنفيذ سيتحط في البلاك ليست فورا ولن يعمل في محافظه الدقهليه طول ما انا موجود فيه. ممتاز. بالنسبه للموضوع ده في تنسيق مع السيد رئيس مجلس اداره مياه الشرب ان احنا نشوف موضوع الترمبات الحبشيه وموضوع اختلاط ميه الصرف بالميه بميه الشرب، وفي خطه بتتعمل ان شاء الله باذن الله. انا مش عايز اقول كلام يعني للتلفزيون وبغطي الموضوع، لا احنا عندنا مشكله في الميه وعندنا مشكله في صرف الصحه في محافظه الدقهليه، ولازم وعاملين حاله طوارئ يمكن اجتماع اسبوعي مع الجهاز التنفيذي ومع رئيس مجلس اداره الميه ومع الصرف الصحي
وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يقوينا ونخلص ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شكرا على سرعة الاستجابة، شكرا على الرد، شكرا لحضرتك سيادة المحافظ حسام الدين إمام محافظ الدقهلية. إذن مشاهدينا، قرارات من محافظ الدقهلية فيما يتعلق بكوم الدربي من خلال برنامج الحياة الآن، فيما يتعلق بالمدرسة اللي التلاميذ خايفين يدخلوها علشان ما تقعش عليهم، قرار بإزالة هذه المدرسة فورا. فيما يتعلق بالمستشفى، بكرة قافلة طبية هتكون موجودة علشان تشوف موضوع المستشفى. سيادة المحافظ لسه معايا على التليفون. سيادة المحافظ اتفضل يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك اهو، انا بقول بحمل الاهالي المسؤولية اذا لم يتم تنفيذ الكلام اللي انا قلته في التلفزيون ده، بكرة انا في مكتبي يجوني او يبلغوني تليفونيا. أنا بشكر حضرتك، لأن لازم المواطن يشاركني في متابعة تنفيذ القرارات اللي بياخدها المسؤول. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا سيادة المحافظ مرة تانية، المحافظ حسام الدين إمام محافظ الدقهلية. قرارات بإزالة المدرسة، قرارات بقافلة طبية بكرة إن شاء الله هتكون موجودة علشان تتعامل مع مشكلة المستشفى الغير مستغلة أو المركز الطبي أو الوحدة الصحية الغير مستغلة في قرية كوم الدربي، فيما يتعلق بتلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي. هم فعلا بيشتغلوا على حل هذه المشكلة ومشكلات المياه والصرف الصحي، اعترف بها بالفعل محافظ الدقهلية وبيحاولوا يلاقوا لها حل في إطار أكثر شمولية.